صالح الحمادي بخصوص ولا لاعب نصراوي. للعلم اول شيء احنا نعتز بنادي النصر وجماهير نادي النصر ولاعبي نادي النصر ورموز نادي النصر، ونادي النصر له مكانه خاصه عندنا. ومتى ما توافر ان الوقت ان او المناسبه اللي يتواجد فيه معانا محلل من نادي النصر، يعني كان يلعب في نادي النصر، راح يكون شرف كبير لنا ونتشرف بتواجد اي نصراوي او من نادي النصر السعودي يكون موجود معانا في مجلسنا او حتى اي نادي اخر في السعوديه. لكن للعلم فقط مش اكثر يا ملاك، الشيخ سنان العجي مشجع نصراوي سعودي، الكابتن عبد العزيز العنبري مشجع نصراوي سعودي، الكابتن عادل الملا مشجع نصراوي سعودي، صالح الداود صالح الداود لاعب في نادي النصر سابقا.